سمر، رح نبدأ أولى محطتنا لليوم مع عالم الأطفال. نتعرف على أبرز الأنشطة الاجتماعية اللي بتستهدف الأطفال، خاصة أطفال التوحد، كيفية استجابة الطفل بين السلبي والإيجابي، وعمليات التهيئة. كسر الجليد أكيد مع المشرفة التربوية صبا جوماني، اختصاصية في مجال التوحد. يسعد صباحك. كن جميعا. اهلا وسهلا. الله يسلمك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. بالبدايه خلينا نعرف ونص من الانقطاع، كيف بديتوا العمل مع اطفال التوحد؟ خلينا نحكي عن هذا. يسعد صباحكم جميعا. حب بدايه كلامي وجه رساله شكر لاداره مركز ملكه الجنه، الاخصائيه ميسم الحصريه، وكادر مركز ملكه الجنه يلي كان فخر ودعم لعائله مركز ملكه الجنه. تمام، نحن بعد فترة انقطاع شهرين ونصف عن المركز بسبب انتشار فيروس كورونا، تم عقد اجتماع بين الأخصائية ميسم حصرية والإداريين والمدربين لوضع استراتيجية عمل جديدة مع مراعاة التدابير الاحترازية اللازمة للبدء بالعمل. أيضا قمنا بالإضافة لتقليص عدد ساعات الدوام حتى تكون من الساعة 8 صباحا للثانية ظهرا. أيضا قمنا باختيار عدد قليل من الأطفال أو عدد محدود بسبب صعوبة تنقل الأطفال من المدينة إلى الريف. تمام. يعني طبعا عاد العمل ضمن خلينا نقول الشروط والإجراءات الاحترازية. يمكن بعد فترة انقطاع هيك أكيد دائما أنتم متعودين على الأطفال والأطفال متعودين عليكم. حتى بلقائنا سمر مع ميسم الفترة الماضية قالت لنا أنه في أهالي دقوا لكم على التليفون أنه بس تعوا لعنا. كيف لقيتوا خلينا نقول الأطفال من بعد انقطاع؟ يعني كيف كان خلينا نقول الرياكشن، ردة الفعل كيف كانت؟ تمام، في عنا أطفال بيّنت علامات الحب والابتسامة على وجوههم، بيّنت علامات الحب لهذا المكان، حب لمدربينهم، لأصدقائهم، اللعب بالنشاطات الجماعية، لكن احنا خففنا هاي النشاطات الجماعية في ظل هذه الظروف. في عنا أطفال لا، كان عندها شوية خوف من الدخول للمركز. طبعا احنا هون باللعب بالحب والحنان ضميناهم ورجعنا للمركز والحمد لله. أطفال التوحد إذا تعودوا على روتين معين أو يعني قمتي لهم شغلة غيرتي لهم عادة من عاداتهم اليومية، يمكن يزعلوا، يمكن ما بيعودوا، مثلا حتى مثلا بمجرد أكلة مثلا كانوا متعودين عليها تعطي لهم إياها يوم يومين يمكن ما يرجعوا عليها بالمرة. خلينا نحكي عن هذا النوع من الأطفال اللي إجوا مثلا لعندكم اللي تعودوا على روتينهم إنه قاعدين مع أهلهم، كيف قدرتوا مثلا تتأقلموا من أول جديد مع بعض؟ كيف قدرتوا تكسروا الجليد مع بعض؟ تمام، نحن سواء كان طفل قديم سجل عندي بالمركز أو طفل جديد، نحن عندنا مرحلة كسر الجليد، أو هاي المرحلة كتير مهمة بالخطة التدريبية. أول ما يفوت الطفل على المركز أنا بستقبله باللعب، بالنشاطات، باللعب بين أصدقائه، بين رفقاته. أنا بحاول أني حببه بهذا المكان وبعده عن الروتين اللي كان هو عايش فيه. طبعا، من خلال التعميم، اللعب بين أصدقائه جماعة، عرفوا على المكان بشكل كامل. شو هي الألعاب اللي متواجدة هلأ عندكم اللي ممكن يلعبوها الأطفال مع بعض من غير ويكون بنفس الوقت في تباعد اجتماعي؟ تمام، اللعب بالكرة، دحرجة الكرة، بس بين مجموعة صغيرة من الأطفال. يعني أنا ذكرت إنه ما وسعنا كتير بالنشاطات الجماعية المختلطة، حاولنا تكون شوي صغيرة، بس الأطفال الموجودة بالصف ما حاولت أخلطها بأطفال تانية بغير قاعات. عندي كرات الصوف، عندي الألوان المائية، عندي اللعب بحبات الفاصوليا، بحبات العدس، في نشاطات ومهارات مختلفة. يعني يمكن ركزت أكثر شيء على كسر الجليد وأيضا على كيف فينا ندمج الأطفال ضمن الشروط. يمكن مثل ما بنعرف هيدا المرحلة شوي بتتطلب كمان جهد أكبر منكم، مشكورة الجهود المبذولة، ولكن تتطلب جهد أكبر كونه في ردود أفعال للأطفال سلبية ومن الإيجابية. يعني ما فينا نقول كلها سلبية، ولكن أكيد أنه بهيدا المرحلة هي حساسة شوي. كيف عم تتعاملوا مع هيدا المرحلة وخاصة في مجال الدمج وهو أهم مجال لأطفال التوحد؟ الأطفال نعم. الشيء السلبي اللي نحن اللي لاحظناه بهذا الأطفال بعد فترة انقطاع شهرين ونصف، تراجع بعض المعلومات والمهارات.
نحن بنعرف انه في عندنا بعض الاطفال بتجيها نوبات اختلاج، هاي نوبات الاختلاج شوي بتاثر على الطفل وبيتراجع لورا. في عندنا بعض الاهالي ما كانوا ملتزمين بتنفيذ الخطه التدريبيه بالبيت، مما ادى لتراجع المعلومات للطفل. اما الشيء الايجابي اللي انا بهاي الفتره اللي انقطعنا عنها بالمركز، الطفل تعود على الاستجابه من ولي الامر. نحن كمان كنا متواصلين بشكل مستمر مع الأهالي بتنفيذ الخطة التدريبية بالبيت، بالتعاون بيننا وبين الأهالي لتوصيل المعلومات للطفل من خلال تنفيذها بالبيت. الشيء اللي بدي أنا، الفكرة اللي بدي أوصلها من قبل، إنه نحن مثل ما الطفل بيستجيب عندي بالمركز، أنا لازم يستجيب عندي بالبيت. فهاي الفترة كانت كتير حلوة وإيجابية لحتى الطفل يستجيب بشكل كافي لولي أمره اللي عايش معه بالبيت. أكيد هذا الشيء الإيجابي. خلينا نحكي على أهمية دور الأهل، أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية يقدروا يتعاملوا مع أطفالهم، أطفال التوحد. شو أنتم نصحتوهم؟ شو الخطوات اللي بلشتوا فيها ليقدروا يتأقلموا ويتعاملوا مع أولادهم بالشكل الصح؟ تمام. كثير نحن تجينا أسئلة أنه أنا ابني كثير ضايج بالبيت، أنا كيف بدي أتعامل معه؟ أنه أنا ابني ما بعده ما أنا متقبل فكرة أنه بعده يقعد بالبيت، انه دخلي له اساليب جديده، مهارات جديده باللعب من خلال الفاصوليه مثل ما ذكرنا، العدس، اللعب بالكره. نحن نعامله على انه طفل طبيعي، ما على انه الطفل لديه نقص يعني. تمام. يعني كمان صحيح ايضا انه الاهل بيلعبوا دور كبير، وخاصه لازم كانوا يلعبوا الدور الاكبر بهيدي الفتره، وما يرموا كمان العبء بس عليكم، واكيد في تواصل بينكم وبين الاهل. قديش كمان الاهل بحاجه ل مثل دورات تدريبيه باتجاه اطفالهم، لانه في اهل ما رح يقدروا يتعاملوا مع خلينا نقول الحاله النفسيه للطفل، بغض النظر الام هي دائما تمتلك ابنها، ولكن في احيانا ظروف بتحكم، وخاصه لاطفال التوحد. قديش مهم انه الاهل ايضا يكون المسؤوليه ويتقبلوا الملاحظات اللي عم تقولوا لهم اياها. طبعا للام دور كثير كبير بحياه طفل التوحد، فنحن كثفنا الجلسات الفرديه العلاجيه لاطفال التوحد بين المدربه والطفل والام، لتعرف الام كيف بدها تتعامل مع طفلها بالبيت، كيف الاسلوب. انا يمكن تكون اسلوب الام غير اسلوب المدربه، المدربه عندها شويه حزم، عندها نظره حازمه للعقاب. صحيح. عقاب والتعزيز تعزيز، اما الام حنونه، يمكن خلص انه ما بده يشتغل، خلص ما بده يشتغل الطفل. أكيد. فلا، لازم الام تتعلم اسلوب شوي مثل ما نحن بنعامل الطفل بالمركز، يعني كيف المدربه بتشتغل مع الطفل، لازم الام تعرف هذا الاسلوب تتعامل معه بالبيت. اكيد. خلينا نحكي كمان على اهميه وجود مكان بقلب البيت للمعالجه الحسيه لاطفال التوحد، لطفل التوحد، مثلا يكون عنده اضاءه خاصه، الاضاءه الخافته، موسيقى، العاب مثل الترامبولين وغيرها. خلينا نحكي عن اهميه هذا الشيء كمان. تمام. اهميه اللعب يعني يكون في له مكان خاص لطفل التوحد يعني بقلب البيت، يعني مشان المعالجه الحسيه، يعني الاهالي هن يعملوا له اياها، يعني الاضاءه تكون خافته مع موسيقى، مع مثلا يحطوا له الارجوحه او يحطوا لعبه الترامبولين. تمام. هلا الام بس بدها تيجي تشتغل مع الطفل، رح يكون في عندها اكيد هدوء، يكون في عندها في طاوله قدام الطفل، في كرسي قاعد طفل وراء الطاولة الأم أمامه، نبلش بالخطة التدريبية بشكل صحيح، إضافة للتعزيز. أحيانا بيكون التعزيز شيء معنوي، أحيانا بيكون التعزيز مادي، يمكن يكون شيء حسي. أكيد. يعني عدة أمور وضحت لنا إياها اليوم صبا، وخاصة فيما يخص أطفال التوحد. أكيد حيكون لنا وقفات تانية مع حضرتك، ونعرف أكثر أيضا على الخطة اللي عم تشتغلوا عليها، ولوين وصلنا مع دول الأطفال اللي فينا نقول عنهم الأطفال يعني الأقل انتباها ولكن الأشد ذكاء وأحساسا. شكرا كثير لوجودك معنا، نورتي صباحنا. شكرا على الاستضافة الحلوة. شكرا كثير لوجودك معنا، وأكيد منوجه تحية لميسم حصرية. شكرا لك، ونشوفكم أكيد بحلقات قادمة، وبالتوفيق. وهلأ يا صالح ننتقل